ساعات قليلة تفصلنا عن بدء مرحلة الصمت الانتخابي عشية ليل الأحد، وحتى الساعة تستمر الاحتفالات الشعبية والدعايات الانتخابية هي التي تتوقف مساء اليوم. يعني كنا تحدثنا كثيرا عن الإجراءات الأمنية خلال سير العملية الانتخابية. هذه الإجراءات التي بطبيعة الحال السلطات المحلية عادة تأخذ إجراءات مشددة خلال اليوم الانتخابي، ولكن كون هذه الانتخابات هي الأهم، هذه الإجراءات اليوم وصفت بالاستثنائية والصارمة. نجد أن السلطات التركية جندت بحرا وجوا وبرا القوى الأمنية، فهناك وبحسب الداخلية التركية حوالي 73 طائرة هليكوبتر و61 طائرة مسيرة من دون طيار وحوالي 244 سفينة وقاربا من وحدات الإنقاذ البحري لمواكبة هذه العملية الانتخابية. أيضا هناك إجراءات أمنية مشددة على المباني، مباني الدولة والأحزاب السياسية وكذلك السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ودور العبادة وكل الأماكن العامة السياحية. أيضا السلطات التركية اليوم هي تأخذ كل الاحتياطات لمواجهة أي هجوم سيبراني إلكتروني لمنع التلاعب واستفزاز المواطنين ونشر المعلومات المضللة لهم. كذلك اليوم العين على مراكز الاقتراع حيث وزعت صناديق الاقتراع وعلى مراكز طباعة الأوراق للتصويت منعا لحدوث أي تزوير.